والله بص انا هقول لك حاجه، انا باسم بحبه قوي، وانا من الناس اللي بيعشقوا البرنامج بتاعه جدا، وبقعد استناه وبتفرج عليه. بس طبعا انا باسم، انا بالنسبه لي اللي هو ايه حاجه حلوه، انا بنبسط. بس إيه انت باسم ما تجيش علينا قوي، ده الجيش بتاعنا المصري في الاول وفي الاخر. سيبك من رئيس يجي رئيس يروح والكلام دوت ويقولوا، عشان ما هو كان بيعمل كده في مرسي، يعني مش معنى ما عمل كده في السي، لان ده جيشنا المصري اللي كلنا لازم نحترمه. ما ينفعش حد يعمل مع الجيش المصري كده. مش بنتكلم بقى مش معنى عشان كان بيقول كده مع مرسي، معلش مرسي ما عملش حاجه للبلد، بالعكس دول ضروا البلد. فما ينفعش ان انا اتريق على حد، على جيشنا، دي جيشنا اللي بيحمينا. فبقول له اكيد هو طبعا، اكيد باسم برضو اكيد هو ما يقصدش، يعني انا عارفه اللي هو دكتور وحد كويس قوي، مش قصده الاهانه قد ما هو قصده يرجع بحلقه حلوه. انا حسيته كده بصراحه، حتى هو كان يعني بيمثل حلو قوي، كان مبسوط قوي، فممكن هو كان حابب يعمل حاجه جديده ويرجع للناس بشكل كويس. بس طبعا الشعب المصري زعل منه لان هو دخل الجيش، بس هو كان هو ده الموجود، فباسم عايز يرجع بالموجود او حاجه جديده. كان ايه الموجود عندنا؟ كان هو طبعا الجيش وكده. فالناس طبعا زعلت وانا زعلت كمان منه، بس بقول له اكيد هو ما يقصدش يعني، بس بقول للشعب المصري اكيد هو ما يقصدش، لان ده شعبه وده جيشه في الاخر يعني. يعني بس طيب معلش سؤال، اخر سؤال، مش شايف ان في البرنامج الاخير بتاع باسم ان هو تعدى شويه في حته، مش عارف اقول اسميها ايه، يعني ان في علامات او حركات اتعملت في الحلقه ان في ناس اتعملت ان هي عيب ما ينفعش تحصل؟ لا لا لا، باسم من اول ما طلع هم بيعملوا كده على فكره، مش اول مره. لا هقول لك حاجه، انا عن نفسي يعني انا مع اخواتي ما يعني صغيرين اكيد يعني ما بتفرجوش على حاجه من ديت، مش هتفرجهم على حاجه من ديت يعني. دي مش شايفاها، بس بيعملها على طول على فكره، مش اول مره يعملها خالص.